ايه العز والبغداده اللي انت فيها دي يا سي سعيد؟ اللي عطاك يعطينا يا سيدي. روح لحالك يا عم شلح وانصرف، عشان انا ابتديت اتشائم. بتضحك؟ اصلك ما انتش عارف عمك شلح ده سره باتع. ماشي يا سعيد، بس هتروح مني فين؟ نسيلك تقع تحت ايدي. فال الله ولا فلك يا عم الحاج، اتكل على الله. يلا يا عم خلينا نلحق الناس اللي هنفوت عليهم. بس ما انتش عارف استباحة الحانوت دي بتعمل ايه. انا استر. انا رسوي. ماشي يا سي سعيد. هو ده المكان؟ ايوه. انت متأكد؟ متأكد. انزل اجيب لك شنطة الفلوس من ورا؟ لا 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 لا، سيبها ما تنزلهاش الا لما اقول لك. انا مش حد تاني. هيما السلاح اللي معاك دي سعيد. اشمعنى؟ هات ياد اديه. احنا هنخش الاول، لازم نكون نضاف لحد ما نشوف ايه النظام. حنفي سعيد، لو ما خرجتش بعد ربع ساعه هتصرف. هنتصرف نعمل ايه يعني؟ انزل يا عم انزل، انا مأمن ظهرك. ماكش يلا يا هيما. يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. احنا من طرف شمال عايزين المعلم مالك. فاضيك لفوق. حاضر حاضر. حرس واجب ود العم. الله هو في ايه يا جدعان؟ يخش هنا لازم يكون نضيف. هو كده هو كده. اتفضل. رجالة شمان وصلوا يا معلم. يا اهلا وسهلا بالرجالة. تفضلوا تفضلوا. اهلا. تفضلوا. معلم مرعي. انا المعلم مرعي ودول رجالتي. اهلا وسهلا يا رجالي. اهلا. انت بقى مين؟ انا جابر. شوية وحش. واللي هناك ده اخويا هيما. اهلا وسهلا يا سي جابر. جبت الفلوس؟ فين البضاعة؟ البضاعة موجودة. فين الفلوس بقى؟ اشوف البضاعة واديك الفلوس. مش قبل ما اشوف الفلوس واتاكد ان احسب الجديد والقديم. بص بقى يا معلم، انا ماليش في حساب القديم والجديد. انا جاي اسلم واستلم. في بضاعة يعني في فلوس، دي سهلة يا ود العم. تبين عليك قوي تتعب نفسك. ايه؟ في ايه يا معلم؟ بعدين معاك يا شدعين؟ تنطق بالزوج ولا؟ الظاهر ابتدينا غلط. ايه رأيك اخرج؟ وادخل تاني ونبتدي على الأبيض. قلت ايه؟ دمك خفيف يا آه. انت منينهي بلدك؟ ليه؟ حق علي ان عايز اعرف بتكلم مع مين؟ عايز تتكلم اتكلم في الشغل. فين البضاعة؟ اوريك البضاعة. شندويلي! ليه الغدر ده يا معلم؟ ها؟ ليه؟ الغدر ده اللي بدأ بيه هو معلمك شومان. وانا حذرته وقلت له حقي يوصلني على داير من ليم، يا اما هاخد حقي غصبني منه ومن رجالته. فين الفلوس يا ولد؟ بعينك. ما هو لو ما نطقتش هقتل اخوك وهقتلك. فين الفلوس يا ولد؟ عارف الكنيف الوسخ بتاعك ده؟ هات فينك فيه. جدع يا معلم جدع. على فكره انا افتكرتك، مش انت اللي كنت مع اشجان في المحكمة؟ اه مظبوط. اشجان دي بقى شكلها طيبة وبنت حلال واصيلة قوي. تتعرفوا من زمان؟ لمؤاخذة متربيين سوا في حتة واحدة ايام ما كنا عيال مفعيص. اه كده يعني بقى عيلة وعيلة. بقولك ايه؟ الناس دي عوقت، تعال نطب عليهم ونشوف بيعملوا ايه. اهدى يا عم،
ايه ده، ما ينفعش ندخل كده، لازم ندخل في الوقت المظبوط، لو دخلنا في الوقت الغلط هنبوظ كل حاجه. ايه ده كده وراكلس وولع سيجاره تاني. فين الفلوس يا ولا؟ انت جرف الفلوس، انا هعرف اخليك تنطق ازاي. عويس مش عايز تقول فين الفلوس، جنبك على جنبك. امي عويس فهمتي؟ دي عقرب يعني قرص طول القبر. تنطق يا ولا ولا لا؟ وهبطش عند ويلي. مش عايز تنطق؟ جبل 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 جبل. إيما أخويا هنا. إيما يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، انا هوريك. ربع ساعة فاتت ومحدش خرج. جاهز؟ جاهز. ايش؟ هتنطق ولا عايز تحصل اخوك؟ سليم خدش بسيط، هاتوا هيما خدوا الأسعار وحصلوا.